اللي يهم الكوره، اللي يهم ليكيب نتاع الكوره، اللي يهم الكوره. سليم الريحي السياسي على 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 جانب اخر، اللي يهم النادي الافريقي الجمعيه. فما ضرر صار، فما وثائق، فما عقود اللاعبين نعرفوا اللي حتى توا بالنسبه للامور الماليه، وانه في مكتب الرئيس والامور التعاقديه فما عقود لاعبين، فما المنتدبين جدد كيف كيف. دونك هذا الكل موجود في مكتب في كفر فور. فما البارح قيمه ماليه مرصوده كانت كمنح لبدايه للموسم الفارط، كانت ستسلم قيمه 780 الف دينار. 780 مليون يعني من ضمن الحاجات اللي ما نجمش توصلوها. 780 مليون اختفت باعتباره انه لما يقع تسليمنا ما يفيد المحجوز، انه وقع حزه لحد الان ما نعرفوش، اختفت. هذه راهي ماهيش اموال شخصيه لسليم الريحي، وانما هذه فلوس الجمعيه منح لاعبين ما عندها حتى دخل بال 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 بالشركه. دونك ماذا بينا كان يقع. فما حل في الافق على الاقل في مهم الوثائق هذه والفلوس هذوما. والله لحد الان، لحد الان توا موجود ما عندناش حتى تصرف على الوثائق هذيا، ما نجموش ندخلوا للمكتب، ما نجموش ما عندنا حتى السلطه. فما ناس توا حاجزه، وقع تغيير الاقفال، وقع حتى ليكوت على الاسانسور، ما عندنا حتى توا فكره على ما سيقع فيما بعد. نحن ما عندنا حتى تصرف على الوثائق وعلى اموال النادي، لابد من توفيرها للاستعجال. فما اجل حاجات زي ما تصب في الجامعه، وفما هذه فلوس الجمعيه لابد ان تسلم الى اللاعبين في الاجل تو في بدايه الموسم. وان كان مش من اختصاصنا باش نحكيو في المواضيع القضائيه ولا السياسيه ولا غيره، نحكيو على الكوره، نحكيو على النادي الافريقي. هذه عقود، هذه فلوس نتاع ملاعبيه نتاع الناس تخدم على رواحها، نتصور انه ما عندهاش دخل يعني ببقيه الصراع، سواء كان قانوني ولا سياسي. الحقيقه ياسر على النادي الافريقي هذا الكل، ياسر معناها يعني امور هذيا ولينا نحسوا في تضييقات كبيره وحصار كبير على النادي الافريقي. نظرف للموضوع هذيا نعرفوها نحن، الفلوس هذيا معروفه كانت مرصوده للنادي الافريقي بقدره قادر. نهار اثنين جات، نهار ثلاثه صارت العمليه التنفيذ هذيا ووقع. معناها نحن يعلم ربي كيفاش نصرفوا في الظروف تجميد وفي ما الازمه الماليه، وفي واحد نحن نوفروا هذه للاعبين وللاطار الفني وكذا، تصير عمليه حج وعمليات بالطريقه هذه. الحقيقه راهو نخليوها الجمعيه ريمو بعيد على التجاذبات الاخرى والحسابات الاخرى. صحيح، مطلوب تحييد النادي الافريقي على التجاذبات، احسن ما قلت فهمي في الانترفونسيون نتاعك. شكرا لك على الايضاحات هذه كل، ان شاء الله المشكل يتحل بالنسبه للنادي الافريقي. ديما نحكي على الكره، البقيه يعني مش اختصاصنا نحكيو فيه، لكن بالنسبه للجمعيه النادي الافريقي نتمنى انه المشاكل هذه كلها تتحل. شكر كبير لعضو الهيئه المديره فهمي العميري على كل هذه الايضاحات.